هذا البرنامج برعاية بحضراتكم. لما بدأت منظومة الخبز الجديدة كنا فرحانين، حصل مشاكل في البداية لكن بالوقت بدأت المشاكل يتم تداركها، وأصبحنا يعني سعداء بأن الطوابير اتلغت، مبقاش في طوابير، الناس مبقتش تموت في طوابير العيش زي الأول، وبدأنا نحس بقدر من الأدمية وأن الأمور كويسة وبتمشي للأمام. شهر فبراير الماضي بدأت يحصل مشكلة بين وزارة التموين من جانب وبين البقالين التموينيين والمواطنين من جانب آخر، لأن كتير من المواطنين اشتكوا من عدم توافر السلع التموينية الأساسية من سكر وزيت ورز، وإحنا كلنا عارفين الأزمات دي حصلت واستمرت لشهور طويلة. وكمان البقالين التموينيين أصبحوا بيشتكوا من أن السلع من الشركة القابضة مش بنفس جودة أو مش بنفس أنواع السلع اللي بيقبل عليها المواطنين. وكمان في كتير من المحافظات كانت السلع الموردة إليهم مش بتتناسب مع احتياجات المواطنين في بعض هذه المحافظات النائية ومحافظات الصعيد اللي ما بيكونوش محتاجين هذه السلع ولكنهم محتاجين سلع من نوع آخر. هل انتهت المشاكل ولا لسه موجودة وإزاي ممكن نعالجها؟ بنستمع دائما لوجهة نظر وزارة التموين. النهاردة هنستمع لوجهة نظر البقالين التموينيين ونعرف منهم طبيعة المشكلة عندهم فين. شرفنا داخل الاستوديو الأستاذ مصطفى الشحات راضي، نقيب تجار التموين بالدقة الأهلية وعضو مجلس النقابة العامة. أهلا بحضرتك أستاذ مصطفى. يعني نتكلم من يعني من بداية المشكلة، أنتوا كنتم راضيين في البداية عن تمام يعني منظومة يعني التموين تمام. بوجه عام تمام. أولا نتكلم عن التطور اللي حصل لبقالين تمويين نتيجة لاتباع المنظومة الجديدة تمام. قبل ما تبوظ الحكاية ما بينكم، يعني لا كانت إيه وجه التطور تمام. اللي حصل لكم وإيه يعني وجه الرضا اللي كان عن المنظومة؟ تمام، الرضا كان موجود لحد شهر يناير الماضي، لان كانت الامور ماشيه طبيعيه جدا. التاجر اولا واساسا بيهم كلمه تاجر عباره عن انه عايز هامش ربح، وانا هامش ربح مش هجيبه ولا عن طريق اللي انا بتعامل معاه، انا بتعامل مباشر مع المواطن، والمواطن لازم ارضيه لان هزود هامش ربحي طالما هو راضي عني. فكنت بجيب له السلع اللي هو عاوزها ايا كانت نوعها او صنفها، بجيبها له بلبي له رغبته ارضاء من ارضاء لي عشان انا استفيد انا الاخر. جت بقى المشكله كلها لما رجعنا لورا 6 شهور مع بدايه شهر فبراير الملقب عند التجار بفبراير الاسود للاسف، يعني عشان ايه؟ ان الوزاره حطت ايديها في لعبه نقاط الخبز، ابتدت تسند نقاط الخبز من شهر فبراير للشركه القابضه. الشركه القابضه دي طبعا تاريخ لها تاريخ قديم مش هنتكلم فيه، لكن هتكلم باختصار شديد بالنسبه للنقطه دي على الشركه القابضه. ابتدت لما اسندت المنظومه للشركه القابضه اللي هي شركه فرق نقاط الخبز، ابتدت الشركه بقى تورد سلع في الاول كانت سلع رديئه، ما كانتش لإرضاء المواطن. فيما بعد تدرجت الموقف دوت ووردت السلع غير الأول، سلعة كويسة بس الفرق جه في حاجة تانية، جه في السعر. بقى السعر شديد جدا بالنسبة للسلعة الموردة من قبيل الشركة القابضة للتاجر عن مكان هو بيشتريها من السوق الحر. بل بالعكس أدت لارتفاع نفس الأسعار في السلع بره في السوق الحر عن مثيلاتها، لأن كده كده السوق الحر ابتدى يرفع، كانت الشركة بتورد بسعر عالي. ابتدى هو آخر ينافس إنه يرفع بالسعر مش إنه يقلل. بس ده شيء مش منطقي ان الشركه القابضه تدي بسعر عالي، لان هي المفروض انها بتشتري كميات كبيره جدا وعندها كميات كبيره. أيوة. وبالتالي لما تنزل هتنزل ارخص، فين الخلل هنا؟ الخلل هنا بقى في الشركه نفسها او في ان هم عايزين هامش ربح اكبر. دي دليل، لو مش هنتكلم على اصناف محدده ولكن هنتكلم على نوعيات معينه. يعني مثلا نفس نوع الجبنه اللي كانت الشركه القابضه بتورده كانت بتورده وما زالت بتورده لحد النهارده مثلا بسعر 81 جنيه و60 قرش. نفس الصنف موجود هو بالظبط ب 50 جنيه في السوق، مش اسم تاني، نفس الاسم او نفس الماركه او العلامه التجاريه، نوع جبن. لو دخلنا للشاي، شاي العروسه مثلا مش هذكر اسماء، شاي مثلا يورد ب 914 في حين انه بره ب 815، فرق 100 جنيه في كرتونه شاي. بره فين بقى؟ عند ايه؟ في الشركه، في شركة المنتج نفسها، يعني الشركة اللي بتنتج المنتج نفسها. وانتوا بس انتوا ما كنتوش بتتعاملوا مع الشركة مباشرة ولا كنتوا بتتعاملوا مع الشركة؟ لا كنا التجار كانت بتتعامل يا اما مع تجار جملة. أيوة. كبار اللي هم موردين او وكلاء للشركات او مع الشركات مباشرة.
حسب كل تاجر وامكانياته، يعني ان هو يقدر يجيب من الشركه مباشر او من المصنع، او ان ياخد من وكيل للسلعه او للمصنع او للشركه. فانت بتكلمني عن فرق كبير جدا لما بتكون مثلا 81 ل 50 يعني 30 جنيه في الجبنه لوحدها في صنف واحد. صنف واحد. وده معناه انه في وبنفس يعني الاسم. الاول كنا الاول مع بدايه شهر فبراير لما اشتكينا في الاول وكنا اتكلمنا مع ست وزير في الموضوع ده كتير، ابتدى يغير الاصناف اللي بيجيبها. بس لما جت الاصناف نفس الاصناف اللي المطلوبه ابتدى السعر يزيد، يبقى فرق كبير. بنتكلم في مش في جنيه او اتنين او في تلاته. يعني لو اتكلمنا حتى في المنظفات كتير، في المشروبات النسكافيه والحاجات اللي بتنشرب دي كلها اسعار كلها لو خدناها صنف صنف اكلم حضرتك، لكن كلها فروقات شاسعه. وده بيخلي بقى ده وصلنا لمرحله بقى اولا التاجر من ايام ما بيكسبش ما عندوش رضا للمنظومه كده، ما عندوش استعداد يكمل فيها ويشتغل، ولو اشتغل بيشتغل على مضض لان ما فيش هامش ربح بالنسبه له خالص. حاجه تانية، المواطن اللي بياخد الحاجه لو انا مديها له وانا مش راضي وانا مش هستفيد، هو في نفس الوقت برضه هيبقى مضرور، هيعكف عن توفير نقاط الخبز، وده هيدي هيرجع على الدوله بفرق كبير جدا من ناحيه الدعم، لان هو بيتعامل على ب 10 قروش بس على فرق كل رغيف بيوفره للدوله، بيتعامل مع نقاط الخبز على مكنه صرف الخبز عند التاجر التموني ب 10 قروش لكل رغيف، في حين ان صاحب المخبز او الفرن بياخد من الدوله 31 قرش. يعني انا لو هو ما خدش وجاب العيش سواء استخدمه ادامي ليه او خده مثلا زي ما بيحصل في الارياف بيجيبوا العيش وينشفوه لمؤاخذه ويبيعوه بالكيلو بره، خلاص هو ما عندوش رغبه انه يجيب سلعه هو مش عاوزها او يحس ان هي غاليه عليه سعرها مرتفع عليه. لو هو خد فلوس من الفرن او جاب كده بيجيب من بره اوفر. بس السعر الكبير ده اللي حضرتك بتتكلمي عليه معناه ان البقال التمويني هيبيع اغلى، هيضطر يبيع اغلى تمام من الشركات التانية. تمام. لا هيدي للمواطن سعر السلعه نفس السلعه ذاتها في وده اللي بيحصل مضاربه دايما او مشاده ما بين التاجر والمواطن، ما كانتش بتحصل لحد شهر يناير اللي فات. ما حصلتش الا بدايه من فبراير لحد النهارده. هم بيتهموك ان انتوا اللي رافعين الاسعار. ايوه بيرجع دايما لوش التاجر بقى ان في جشع تجار، في حين ان التاجر مظلوم في النص ما بين الشركه القابضه وما بين المواطن. المواطن عنده حق لان السلعه نفسها ذاتها بتبقى بره سعرها اقل، نفس السلعه مش سلعه ثانيه. بس التاجر مرغم غصب عنه. انا بقول لحضرتك لما يكون كرتونه شاي فيها 100 جنيه او كرتونه ربطه جبنه فيها 12 عبوه بس فيها 30 جنيه، ونفس الكرتونه الجبنه برضو ربع كيلو بتاعتها زي نص كيلو فيها 35 جنيه. فالفرق كبير. طيب اتكلمتوا مع وزاره التموين؟ اتكلمنا قبل كده مع الدكتور خالد حنفي كم مره ومع المساعدين الوزير، وحصل كم اجتماع مع النقابه معاه، وكان وعدنا حتى بهامش ربح. هامش ربح عندنا يكون معدوم بالنسبه للسلع. يعني احنا الاول كنا بنرضي المواطن واحنا مرضيين لان كنا بناخد هامش ربح كويس من الشركات. وصل هامش الربح النهارده لما كان من 3 4 شهور اول بعد ما اشتغلنا بشهرين ثلاثة كان هامش ربح 6 و7 8%. طلبنا الوزير قلنا له ما بيكفيش، احنا بنطلع دخان ومشال واكراميات كل دوت للشركه القابضه اللي هي اللي بنتعامل معاها اللي هي الشركه العامه. الشركه القابضه عباره عن شركتين، الشركه العامه في وجه بحري اللي احنا منه، وموجود الشركه المصريه اللي هي الشركه الثانيه دي في وجه قبلي. احنا مثلا نتكلم على الشركه العامه اللي هي تبع وجه بحري. بس دقيقة واحدة قبل ما نبتدي نتكلم عن الشركة العامة، معانا محمد على التليفون من كفر الشيخ. أستاذ محمد اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بمس الأول على الأستاذ مصطفى، الراجل المحترم الله يبارك فيك، اللي تبع النقابة المحترمة اللي واخدة بالها من التجار. حضرتك تاجر في بقالة تموينية؟ أنا بقالة تمويني من محافظة كفر الشيخ. أهلا وسهلا. تحب حضرتك تقول ايه في الموضوع ده او عن مشكلاتك؟ طبعا استاذ مصطفى بيتكلم برضه عن نفس محمد عطيه الشرقاوي من كفر الشيخ. قال كل اللي بيدور في مخيلتنا كلنا. وانا احب اضيف ان طبعا حاجه بسيطه جدا، كرتونه الشاي الليبتون اللي احنا بناخدوها في فرق نقاط الخبز. بس ممكن من غير ما تقول اسماء على الحاجات التجاريه يعني. تمام مفيش مشكله. كرتونه الليبتون كرتونه الشاي اللي احنا بناخدها في فرق نقاط الخبز. ايوه. انت عارفه ان بقال الجمله عايز اديها لي اقل من ما انا باخدها في المخزن قد ايه؟ 70 جنيه. ومش ده بس، ده دي حاجه قليله جدا. وبعدين في حاجه ثانيه، انا ما عنديش اصلا السلعه اللي المواطن عايزها. بيجي يقول لي انا عايز علبه سمنه كذا، انا ما عنديش. عشان اجيب السلعه دي هجيبها من بره، مين اللي هيحاسبني؟ مفيش حد هيحاسبني. واحنا دماغنا وجعنا ونادينا لما قلنا بس محدش بيسمعنا. النقابه كل يوم بتتابع مع الوزير وكل يوم بتشتكي وكل يوم بتتكلم، بس مين بيسمع؟
فالمواطنين عاوزين طلبات معينه او ماركات معينه لسمنه او زيت هم اتعودوا عليه. طبعا لما ما بيلاقوهاش في مشكله. بيفضل لما بيوفر عيش زي ما الاستاذ مصطفى بيقول لحضرتك، بيوفر عيش وبياخدوا غريزه. كون ان في حاجه انت مش واخده بالك منها، اللي بتاع الفرن بيقول للمواطن النهارده انت عارف ايه؟ بيقول له اديني البطاقه بتاعتك وانا بدل ما انت تروح عند البقال تاخد الحاجه الغاليه عن السوق والحاجه اللي مش انت عايزها، انا هدي لك الرغيف 15 قرش وسيبني البطاقه. تمام. يبقى انت دلوقتي وفرت على الدوله ايه؟ يبقى انت دلوقتي زودت على الدوله عيش تاني اللي الاستاذ مصطفى بيقول لحضرتك عليه، بدل ما هو هياخد نقاط الخبز غاليه وسلعه هو مش عايزها وسلعه رضيئه كمان، هيدي اللي هيجيب العيش وينشفه ويبيعه ويروح يجيب الفلوس اللي هو عايزه. ايوه شكرا لحضرتك. يبقى كده الوزير بيوفر ولا لا؟ اكيد ما بيوفرش، لان الناس هتعزف ان هي تاخد نقاط الخبز. وفي حاجه ثانيه، الوزير بيقول ان في سلع متوفره في كل حاجه. احنا بقى لنا ثلاث شهور ما جالناش حاجه، ما جالناش لا رز ولا جالنا الرز اللي بيقول عليه انه متوفر، مفيش الكلام ده. هنتكلم عن النقاط دي جوه الحلقه، يعني حضرتك تابعنا وهتلاقينا اثرنا كل النقاط اللي حضرتك يعني بتتمنى اثارتها او الكلام فيها. بشكر حضرتك استاذ محمد من كفر الشيخ، وبعود لضيفي الاستاذ مصطفى الشحات نقيب تجار التموين بالاهليه، وبنتكلم عن شركه القبضه ازاي بتوزع للتجار من خلال شركتين، الشركه العامه بوجه بحري اللي حضرتك بتتعامل معاه، والشركه المصريه مع الوجه الابيض. ايه مشكلاتكم مع الشركه العامه اللي بتوزع لكم في وجه بحري؟ تمام. هو للاسف حتى في تعامل مش ظريف، بيحاولوا طبعا بيفرضوا فلوس طبعا على العماله مضاعفه، الموظفين طبعا اللي شغالين مرتباتهم مشكله، بيحاولوا طبعا نوع من الاكراميات. لما تيجي حضرتك تحسبي نوع من الدخان والمشال والاكرامات، التاجر كان في غنى عنه. اولا لما كان التاجر بيتعامل مع الشركه مباشر او مع المصنع او مع وكيل اي سلعه، كان بيتعامل مباشر، سلعه بتيجي لحد المحل ما بيدفعش الكلام ده كله، لا دخان ولا مشال ولا اكراميات. بقى عندي ثلاث بنود، ثلاث بنود دول بيغطوا وزياده، ما بيخلي التاجر يطلع صفر لدين من ناحيه السلع، وبالتالي بيبقى حتى غير راضي وهو شغال مع المواطن. هو نفسه يريحه، هو نفسه يخلي المواطن ماشي من عنده زي الاول، ماشي تمام ومبسوط، لان هو رضاه بيرضيني ان انا بزود مبيعاتي، وطالما زودت مبيعاتي وبزودت هامش ربح اللي انا اساسا كتاجر بسعى اليه. صحيح. بس بالطريق المشروع مش صح. طيب انا هناخد التليفون ده، اعتقد انه ممكن يمثل وجهه نظر اخرى نتحاور فيها. معانا الاستاذه فاطمه الدايري رئيس قسم الاخبار بالجريده الاقتصاديه. اهلا بحضرتك استاذه فاطمه. اهلا وسهلا يا فندم، كل سنه وانتم طيبين. حضرتك طيبه وبخير. رايك ايه في الكلام اللي بيثيره يعني تجار البقاله التموينيه والبقالين التموينيين، عندهم مشكلات مع وزاره التموين، وحضرتك طبعا بتتابع عن قرب هذه المشكلات، رايك ايه؟ بالتالي احنا عارفين ان هو البدنيين التموين هم عددهم 26,000 على مستوى الجمهوريه وكده، وان بالنسبه كان كل السلع التموينيه بتالي معمول ليهم هامش ربح لكل السلعه. نعم. مثلا الزيت عليها هامش ربح بيرجوع، او السكر عليها هامش ربح. هو المواطن يعني كل اللي يهمه هو ان هو يحصل على السلع التموينيه او السلع الغذائيه باسعار مناسبه، لكن هو بالنسبه للمواطن هو ما يهموش الهامش هيكون ايه، هامش ربح هيكون ايه، او الكلام دوت. فطبعا الحاجات دي كانت المشاكل دي اثيرت وزاره التموين، وكانت قاعد مجموعه من الزملاء مع ست تقريبا الوزير او مشين، وقالوا ان هي هتتحل المشكله دي، وحددوا ليهم هامش ربح وكانوا موافقين على كده. بس يعني ايه المشكله بالنسبه دلوقتي اللي هي الموضوع، عشان انا ما كنتش معاكم الاول معلش. هو طبعا شايفين برضو ان في اسعار غاليه، يعني هم جابوا بعض السلع زي مثلا الجبنه اللي بيتورد اليهم او الشاي، انه الشركه القابضه بتوردها بسعر اعلى بكتير جدا من وجودها في الشركه الاساسيه المنتجه ليها، او من يعني تجار الجمله اللي بيوردوها ليهم، يعني فرق 30 جنيه مثلا في الكرتونه او 100 جنيه في كرتونه في سلعه اخرى، فده بيخليه يبقى هامش الربح بتاعه ضئيل جدا، يعني ما بيقدرش يتحصل منه على شيء تقريبا 5 او 6% بيكلمه. غير انه هيبيع سلعه اكتر من نفس، وهيبيع السلعه بثمن اكبر من السلعه اللي تواجدها في السوق يعني. تمام. فمعنى كده ان الناس ممكن تنصرف عنه وتشتري من مكان اخر. تمام. فهيخسر التاجر يعني او البقال التموين. هي يعني انا معلش انا يعني هقول كنظريتي، يعني مثلا بالنسبه يعني السلع التموينيه او السلع الغذائيه ديت هي محطوطه باسعار معينه ومتفق عليها. تمام. من وزاره التموين ومن اللي هي شعبه المواد الغذائيه وغيرها والشركه القابضه للصناعات الغذائيه، ان هي بتكون ليها اسعار معينه بتكون اقل من السوق. يعني انت عارفه ان في مشروع جمعياتي وفي مشروع هم الاداريين التموين في الجماعات،
المفروض يبقى الاسعار فيها اقل من الاسعار اللي متواجده في القطاع الخاص، يعني مش عارفه ان ده اقتصاد حر ما تقدريش في تسعيره جبريه او كده، لكن السلع التموينيه والسلع الغذائيه دي بالنسبه للاماكن اللي هي المنافذ اللي تابع وزاره التموين دي بيبقى ليها سعر اقل من السوق. ويعني بعتقد ان المفروض يبقى في اتفاق بين البدالين التموينيين وبين الوزاره على هامش الربح المتفق عليه واللي كان موجود ومرصود. فيعني طب ممكن حضرتك المواطن هو اصلا المواطن في النهايه عايز السعر منخفض، يعني انت عارفه لسه ثقافه المواطنين فاهمين ان التموين هو زيت وسكر ورز وكده، هي سلع مطروحه ليهم مبلغ معين، يعني 15 جنيه وبقت 18 بعد ارتفاع 20%. تمام. فالمواطن عايز يحصل على بال 18 جنيه ديت سلع تموينيه، سواء كان بقى يعني ما لقاش زيت هو بياخد بيها اي سلعه موجوده. تمام. وبعدين البدالين التموينيين مثلا في ناس يقول لك بيشتكوا من بدال تمويني وبيتاح ليهم ان هم يجيبوا من اي بدال تمويني تاني، يعني كده لو ما توفرتش السلع هنا بيلاقي نفسه بيروح للمكان تاني ويجيبه. تمام. لكن بالنسبه لهامش الربح دوت ده بيبقى فيه اتفاق بين الوزاره وبين اللي هم الشركه القابضه ان هي توفر لهم للبدالين السلع ديت ويتفقوا على الهامش، لكن في النهايه المواطن لا يهمه الا ان الاسعار تكون مخفضه وبالمبلغ بتاعه ياخده. طب هو طبعا يعني استاذ مصطفى يعني شحات هو نقيب تجار التموين بالاهليه، بس يبدو اهلا وسهلا الكلام ده ما بيحصلش على ارض الواقع، فلو هو ينقل لحضرتك وجهه نظره كده سريعا يعني نكون شاكرين. حضرتك احنا اتكلمنا مع معالي الدكتور الوزير خالد حنفي من فتره. أيوة. بعد ما اسند المنظومه اللي هي سلع النقاط اللي كنا احنا التاجر بيشتريها على حساب بره ويوفرها بسعر مناسب للمواطن، فلما اضطر لما السوق ارتفع بعد ما اسندت الوزاره الشركه القابضه، كلمنا معالي الدكتور الوزير دكتور خالد حنفي الموضوع ده اكتر من مره. كان اول ما نزل السلع كانت السلع نفسها مش اللي هي متعارف عليها او مش المطلوبه، ابتدت الامور تتغير والسلع تنزل المطلوبه، ابتدت الامور السلع تنزل زي ما لكن الموضوع بقى فرق في حته السعر حضرتك السعر، وكلمنا الدكتور خالد حنفي الموضوع ده اكتر من مره في هامش الربح، يعني اول ما هامش الربح كان الاول من 5-6%. يعني كل حاجه عليها، يعني ازازه الزيت عليها هامش ربح معين. هقول لحضرتك، ما انا جاي لحضرتك، هقول لحضرتك انا دلوقتي هامش ربح لازازه الزيت مثلا او لكيلو السكر، كيلو السكر النهارده بيبقى في السلع الاساسيه التموينيه ب 4 جنيه 77 قرش عشان يوصل المواطن ب 5 جنيه. ال 23 قرش دول 5 جنيه من التموين، يعني من التموين بيقولوا ان هم بياخدوه ب 5 جنيه. تمام. ما بياخدوش ب 4 جنيه وحاجه. لا ب 5 جنيه. ال 23 قرش دول زي السعر العادي، يعني انت عارف السكر هو انواع موجوده في السوق. ماشي تمام. ممكن يبدا من 5 وممكن يوصل ل7، يعني فاهمني؟ تمام. هو السكر ما رفعش الا في الفتره الاخيره حضرتك، لسه في اليومين اللي فات دول. قبل كده السكر كان بره في السوق الحر ب 4 جنيه بس جمله. بس كده. أيوة. ما رفعش الا اليومين دول بقى ب 5 جنيه في السوق الحر زيه زي التموين. انما انا بتكلم على السعر، انا بتكلم على هامش الربح، كيلو السكر بيستلمه التاجر من وزاره. انت حضرتك بتقول على ان ايام ما كان ب 4 جنيه و75 مثلا انتوا كنتوا بتاخدوا هامش ربح معين او سي معين. بالظبط. لكن لما بقى بخمسه فالعمليه اتغيرت بالنسبه لكم. يعني لا هي ما اتغيرتش علينا داخليا، لا انا بتكلم بره، انا بتكلم خارج السوق التموين، انا بتكلم هو ما زال سعره في التموين في السلع التموينيه الاساسيه ب 4 جنيه 77 قرش. ايوه. انا بتكلم حضرتك ان ال 23 قرش ما بيكفوش ما بين الدخان والمشال والاكرامات عشان كيس السكر يوصل للتاجر ويديه للمواطن. انا بشكر حضرتك استاذه فاطمه الدالي، شكرا جزيلا لحضرتك ولوجودك معانا، وهنحاول نتابع طبعا كل المشاكل اللي بقى ليها تموينيين وننقل وجهه نظرهم لوزاره التموين من خلال قناتنا. شكرا جزيلا لحضرتك. واستاذ مصطفى يعني احنا بنتكلم دلوقتي هو عن هامش الربح، اعتقد احنا غطينا النقطه دي. تمام. ماشي. انتوا محتاجين يعني لهامش اكبر من ده علشان تغطوا بايد الحاجات، عشان المشكله حضرتك ان الوزير اصلا وعدني، انا كلمته لما كنت في اخر اجتماع معاه كلمته شخصيا والله، قلت له احنا كده ما فيش، يعني كانت 6% و7% دلوقتي في ناس بتصرف 2.5% و3% ما فيش، ما يغطيش خالص اللي انا بكلم حضرتك فيه، اللي هو اللي هو ما بين الدخان ومشاكل الكهرباء ما بيغطيش، لان دي حاجات ومع ذلك التاجر مضطر يستمر لدي مهنته. مهنته اذا كان داخل فيها جديد او وارثها مثلا كابر عن كابر عن والده وعن جده. طب عايزين نتكلم عن نقص السلع التموينيه نفسها بقى، ده موضوع مهم. بس معانا اتصال من استاذ محمد من الاهليه، اهلا بحضرتك يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ممكن حضرتك توطي صوت التلفزيون بعد اذنك عشان نسمعك كويس. حاضر يا فندم. انا بس كنت عايز اشارك بس كده واقول يعني فعلا زي ما الاستاذ مصطفى بيتكلم، انا كنت بروح زمان للبقال بلاقي بدل طنط مليون طنط تمون، فرق العيش والتمون. دلوقتي بروح هم كام سلعه معينه يقول لي كل ما اروح لتاجر هو ده اللي انا بستلمه. صحيح، فحضرتك متضرر لان دلوقتي السلع اللي موجوده ماشي اللي هو عاوزه. يعني انا كل ما اروح لتاجر يقول لي معلش انا بقيت ملتزم بالوزاره اللي بتورد لنا السلع. ايوه، هل انواع السلع يعني او ماركاتها هي دي الماركات اللي انت متعود كنت تشتريها ولا برضو حصل تغيير؟ لا لا، في حاجات كتيره اتغيرت يا فندم. فيعني في رايك ان المنظومه كده يعني بقت أسوأ من الاول لما راحت للشركه القابضه؟ بالظبط. طب هل في اختلاف في الاسعار كنت بتلاحظه؟ ما هو حضرتك انا بجيب يعني نوع جبنه معين انا بجيبه كنت بجيب اللي هو المفروض انه اعلى منه شويه بجيبه بنفس السعر، فانا ايه اللي يخليني اجيبه في التمرين النقره دي اجيبه بقى خارجي بفلوسي انا؟ فرق أيوة. فرق بينه وبينه ما فيش يعني ربع جنيه بس اخد النظيف. ايوه بس باجي اقول له طب انا عايز الجبنه المعينه اللي انا باخدها مثلا، يقول لي لا والله دي اللي انا مستلمها من الوزاره. ايوه، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم، وتابع معانا بقية الحوار. ومعانا الأستاذ باهر من المنوفية، أهلا بحضرتك، اتفضل. أستاذ باهر. أهلا بحضرتك يا فندم، معاك باهر خير عاطية من المنوفية يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم، اتفضل. حضرتك الأستاذ المقول عند حضرتك ده أنا مش عارف هو بيتكلم في حاجات، أنا ليه يا سيدي عاوز أسأل. أنا من خمس أشهر كنت بروح للتاجر التوميني باخد زيت باخد سكر باخد رز. أيوة. والاخت الصحفيه اللي اتكلمت دي بتقول لي استبدل السلع اللي موجود. انا دلوقتي بروح عند التاجر بلاقي عنده نسكافيه ولبن نيدو وبلاقي عنده منتجات ورقيه، يعني انا اوفر عيش للدوله عشان اخد نسكافيه، انا عاوز زيت عاوز سكر عاوز رز زي ما كان التاجر بيديني. انا عاوز يعرفني الاستاذ اللي كان شغال مع حضرتك اذا كان في وزاره التوميم او تاجر ما اعرفش شغلته حضرتك، عاوز اعرف هو ليه من ست اشهر السلع اللي انا عاوزها مش موجود. هو بقال تمويني يعني بالاساس دي شغلته، البقاله التموينيه هو لا يمثل الوزاره. هو انا ما اعرفش ان هو بقال يا فندم، انا اسف انا افتكرت من وزاره التموين، انا اسف. طب بما ان هو بقال مش راح لحضرتك يقول لي ليه من ست اشهر الوضع اتغير؟ انا كنت بروح الاقي اللي موجود وكنت باخد زيت وباخد سكر وباخد رز. ما هو دلوقتي حضرتك عايز السلع الاساسيه، فهنتكلم عن نقص السلع التموينيه دلوقتي. حضرتك اسمع الاجابه معانا يا فندم. هو ده نقطه ثانيه يا فندم، معلش في نقطه ثانيه يا فندم مع حضرتك. اتفضل اتفضل حضرتك. دلوقتي انا دلوقتي بوفر للدوله انا كمواطن عشان فاهم المنظومه، لما بسيب زيت الخبز ما يصرفوش من المخبز انا باخد من الدوله عليه 10 ساعات، حين ان انا لو صرفت من المخبز او لو فتحت للمخبز المخبز بيديني 15 قرش والمخبز بياخد من الدوله قصاده 35 قرش. عايزين نركز، المفروض انا اللي بدعم الدوله انا كده، فالمفروض الوزاره توفر لي عند التاجر اللي انا عاوزه، ما اروحش الاقي نسكافيه ولا لبن نيجي. انا راجل في الارياف اعمل في اللبن نيجي ايه؟ اعمل في النسكافيه ايه؟ دي حاجات رفاهيه بالنسبه لكثير من المواطنين مش اساسيه. عندك حق، واسمع معانا حضرتك الاجابه. شكرا استاذ باهر، بيتكلم عن نقص السلع التموينيه وعن ان في سلع رفاهيه ومش محتاجه. سلع رفاهيه دي بقى مش في التموين، نركز في السلع بتاعت الخبز. النقطه دي مهمه جدا، ودي اللي بتخلي اللي انا بقول لحضرتك هنرجع فيها في الاخر ان هي هتكلف الدوله كتير جدا، هتكلف الاضعاف من 10 ل 30. فعلا الفرن احيانا او المخبز بيدي على الرغيف في حاجه اسمها ايجار البطاقه، عم بيأجروها للفران، بدل ما ايه اللي يجبر المواطن ان هو يستنى ويوفر عيش للدوله عشان ياخد 10 قروش؟ طب ما هو بتاع الفرن بيديله 15 وريال زي ما الاستاذ اتكلم فعلا. طيب. دي بتكلف اكتر. ليه بقى؟ لانه بينزل لبن نيدو، مش عايز اسمي اسماء، لبن بودره او عصاير او مياه معدنيه قهوه او بلوبيف او هعدد الاصناف، مناديل ورقيه حاجات مياه معدنيه دي حاجات كلها مش اساسيه. فين بقى الرز والسكر والزيت؟ ده اللي انا بتكلم عنه بقى. احنا مرينا في الست شهور اللي فاتت دول بازمات للثلاث سلع دول متفاوته، بدايه من الزيت كان الاول الزيت، دخلنا في مطب الرز ورجعنا طلعنا من الرز دخلنا على السكر في اليوم اللي فات دول، رغم ان السكر ده احنا منتجين للسكر اساسا، يعني عندنا سكر قصب السكر في الصعيد في وجه ابلي، وعندنا في وجه عندنا في الدلتا احنا في الدهليه مصانع بتاع البنجر بتاع بالقاس، يعني السكر المفروض انه متوفر، دخلنا في ازمه السكر زيها زي الرز. ليه ما نعملش احتياطاتنا من الاساس ويجي مبدئيات محصول الرز والوزير او الوزاره عموما تتعاقد مع
مع المحصول تشتريه من المزارعين الرز ويعملوا عندهم حاجه اسمها يعني مخزون استراتيجي يكفي ما يبقاش فيه ازمات طول السنه. ليه ما نخشش في الحاجات دي؟ الزيت برضو يتعاقدوا يا اما مع مصانع الزيوت يا اما اذا كانوا بيستوردوا زيت من بره يا اما مع المعاصر، بحيث ان الزيت دايما يكون في استوكات موجوده في جميع المخازن او في، لان انا كل شهر واعدي شهر ولاقي ازمه. انا عندي في الشرقيه مكلميني بقالهم كام يوم والله العظيم ما خدوا الا 65% من في بعض المراكز زي صالحيه وفاقوس، قالوا لي النهارده والحسينيه مش محافظتي بس كلموني خدوا بقيت فلوسهم ايه؟ جبنه ومكرونه. انا هدي للمواطن التمويل الاساسي جبنه ومكرونه؟ ما ينفعش. وبالتالي المواطن بيجي بيبقى زعلان منكم، انت فاكر ان انتوا اللي حايشين عنه زي ما بيشتكي كده الاخ الاستاذ، لكن الحقيقه اللي حضرتك بتقوله انه لا يتم توريد زيت وسكر ليكم طبعًا. ورز، فبالتالي بيتورد لكم سلع مش ثانيه لانه ما فيش كفايه، او لو اتورد او لو اتورد بتبقى كميات قليله اقل من احتياجات المواطنين، لان المواطنين لسه عاوزين الزيت والسكر والرز. تمام، بيجوا ما بيلاقوهمش، فمش عايزين هم يشتروا بلوبيس ومش عايزين هم يشتروا يعني لا ميه معدنيه ولا عصاير ولا عصاير ايه ده، بيرجعنا للعصر الحجري، بيجيب العصير اللي هو حضرتك دلوقتي ما حدش عاد بيستخدم الا شلموه حتى الاطفال الصغار، بيجيب جابوا لنا عصير اللي هو عايز مسمار سنتي 10 تضربي في ما فيش حد لسه بيستخدم العصير العبوات لا هو كمان ما حدش بيستخدم ميه معدنيه ولا ميه معدنيه ولا مناديل توليد طب صحي يعني. معلش انا هاخد مناديل توليد للارياف اعمل بها ايه يعني؟ معلش انا عاوز الناس دي عاوزه سكر زيت عايزين مكرونه بس مش ان انا اخد بسلع كلها مكرونه او جبن ممكن استخدمها. طب ده نتيجه مثلا لازمه معينه كانت حاصله، كان في فعلا مشكله في الرز او غيره، دلوقتي الحاجات دي لها جروبات تانية ما انفرجتش دلوقتي الازمه دي وبدات تورد لكم الحاجات دي؟ هنخش في نقطه برضو حساسه شويه مش مشكله، بالنسبه زي موضوع الجبنه والمكرونه بترجع لامناء العهد او للفروع اللي هم اللي ماسكين المخازن او الشركه بعض فروع الشركات العامه. الجبن والمكرونات والحاجات التانية دي بتدي عليها نوع من يعني بتدي زي نظام خصومات او عمولات على الكميات، انما هو ما بياخدش على الزيت ولا على السكر الرز الحاجات دي. في حاجات بياخدها بنسب، فهو رغبه منه كمان ان هو يستفيد كماسك عهده او كامين فرع ان هو يستفيد من ورا النقطه دي رخر زيه زي هي المنظومه بتبقى شامله كله. المورد بالامين العهده لغايه ما توصل هو عاوز يستفيد ايه؟ يدخل اكبر كميه ممكن من الجبنه او المكرونه، هي موش لابن رغبه. فممكن انت تروح له يقول لك ما عنديش رز وسكر وزيت، هو ممكن يكون عنده علشان مش عنده حيشه عني يديك لا مش حيشه ما يقدرش يحوشه عني. اصل انا كتاجر زي اي تاجر مش مميز، مش هيمنع عني المخازن. هو ممكن ما يسعاش انه يتصل بالتليفون يبلغ الفروع الثانيه الاساسيه انه ما عندوش سلعه ناقصه في السلع، او يبلغ وهم ما يوردوش. هو يهمه في الاول وفي الاخر الاخر ان هو كله نصيب في التورتايه. فده برضو نقطة مهمة. فنص السلع طبعا اتكلمنا مع ست وزير ده في موضوع نص السلع ده قبل كده كتير، وكانوا ضغطوا شوية من كام شهر برضو من شهرين تلاتة ووفروا زيت بعد ما كان في أزمة. النهاردة حصل ارتفاع في الأسعار بره في السوق الخارجي، فده برضو هيحصل دروب في الأيام اللي جاية في السكر وزيت الرز. الرز فيه فروع ما بتشوفوش بالشهرين والتلاتة والأربعة والخمسة ما بيوصلش، وده بيعمل مشاكل. دي الفروع اللي هي البعيدة عن العاصمة؟ على طب احنا أرياف ومحتاج ومفروض ان احنا عندنا الرز، ما فيش بعيده ولا حاجه. طب لو اتكلمنا عن وجه قبلي زي بتوع اسوان والاقصر وهنا والجماعه دول بيكلمونا على طول دايما ما عندهمش ما بيوصلهمش الرز او كده او الزيت، هنقول لبعد المسافات والجرات على ما بتنقل وي. طب الناس القريبه بتاع وجه بحر ان كان ده اهليه ولا شرقيه ولا غربيه ولا دمياط ولا اليوبي برضه نفس المشكله، وان كانت مش ظاهره قوي زي التاني بس موجوده. وبالتالي عندنا مشكله في انه انتوا لما بتتعاملوا مع الشركه القابضه لسه الاسعار عاليه عليكم وعامل مش الربح بيقل، عندكم مشكله في عدم توريد الرز والزيت والسكر هي السلع الاساسيه اللي المواطنين محتاجينها وبيوردوا حاجات ثانيه مش محتاجين لها، عندكم كمان مشكله بقى في التعامل مع شركات اصدار البطاقات الذكيه، نلقي الضوء عليها. اتفضل. نقطه برضو صعبه جدا، سواء شركه سمارت عندنا برضو فجاه احنا او شركه حضرتك بس تكمل معلش معانا الاستاذ ماجد ناجي ماجد نادي نادي المتحدث الرسمي باسم البقالين التموينيين، اهلا بحضرتك. اتفضل يا فندم. نجد مصطفى. اهلا استاذ ماجد. اتفضل يا فندم. والله احنا مشكله الاسعار ومشكله السلع في مشكله كبيره، الشركه القابضه مش قادره توصل السعر الحقيقي للمخازن بتاعتها، ومش قادره توصل اصناف السلع للمخازن، يعني ممكن نلاقي مخزن في منطقه في 10 اصناف ومخزن ثاني في 4 اصناف، والاربع اصناف او ال 10 اصناف نفس الصنف منهم ده شغال بسعر وده شغال بسعر، وده عامل بلبله كبيره. خلي بالك من النقطه دي. ده زائد خلاف هامش الربح، ارتفاع الاسعار لما اجيب كرتونه سمنه من بره مثلا 96 جنيه وانا اقدر اروح اخدها من 110 اصبح ان في 14 جنيه فرق، ال 14 جنيه دول على المواطن.
فالموضوع ده عامل مشاكل. بيجي المواطن يقول لي انت بتدهاني اغلى 5 6 جنيه ليه؟ ليه دي بتبقى صعبه علينا ترجمتها؟ ففي مشكله كبيره من ساعه ما الشرطه القبضه خدت بدل نقاط الخبز عند التجار وعملت عمليه ارتفاع اسعار من غير ما الناس كلها تحس. طيب ده بخلاف ان هامش الربح بتاع السلعه. النهارده لما يقول لي كيلو الرز ب 4 جنيه ونص، فعلا انا كيلو الرز مستلمه ب 4 جنيه 40 قرش وبتفعله على الطن 100 جنيه، يعني الكيلو عليه باريزه، فانا باريزه طبعا كسب اللي هو هامش ربحي، فاصبح ان انا ما عنديش هامش ربح. فبعض التجار بتستغل وده احنا مش عايزينه، فعشان كده يجي التاني يقول لك لا انا هبيع الرز بقى ب 5 جنيه وباريزه، حتى الباريزه ما تقفش، الاصل خطا، بس انت اللي عملت الخطا. انت اللي ما اديتش للتاجر انه يكسب هامش هو اللي اضطر التاجر يخش في الغلط. وبالتالي يعني بعض التجار هتلاقي فروق بقى انه بعض التجار بداوا يزودوا عشان يقدروا يكسبوا هامش مقبول. تمام. فممكن الراجل يعني الزبون العادي يروح يشتري الرز بس هشتريه اغلى مما هو محدد، اغلى من سعره المفروض يبقى. لانك انت اللي عملت كده، انت اللي سويت الوضع كده عشان ما حدش يجي يقول ان تاجر التموين حرامي. انت تاجر التموين ما تدوش حقه عشان تقول عليه حرامي. وحتى التاجر الملتزم النهارده بيقول لك انا طب حد يحل لي المشكله عشان اقدر التزم، حتى ممكن اروح يروح زميله جايب كرتون السمنه ب 105 وزميله الثاني جايب المخزن الثاني كرتون السمنه ب 110. اختلاف الاسعار ما بين المخازن. طب يعني منين اذا كانت الشركه القابضه المفروض ده اتورد بسعر واحد المفروض ليه بيحصل الاختلاف ده؟ بعت رساله موجود لموضوع عبد الفتاح رئيس الشركه القابضه على الواتساب وقلت له ارجوك نزلوا التسعيره معلنه وجميع المخازن تعلقها منشور عالي بالاسعار امام المخزن عشان كله بقى سعر ثابت. ما ينفعش، وديته مثالات كثيره، قلت له ما ينفعش اروح مخزن مثلا مخزن في القاهره في عين شمس سعر السمنه حاجه وفي سعر في المطريه حاجه وفي الشراريه حاجه. ده عامله مشكله كبيره جدا. دي طبعا إن مشكله. انا باخد علبه كرتونه السمنه ب 100 جنيه والكرتونه والعلبه ب 25 ببيعها ب 25. زميلي الثاني واخدها ب 110 بيبيع العلبه ب 27. طب الاثنين كده. طيب دلوقتي يعني المبرر اللي بيقدمه الناس في الفروع دي للبقالين التموينيين ايه؟ ما عندهمش مبرر. ليه عندهم يعني كرتونه هنا اغلى من فرع ثاني؟ بيقولوا لهم ايه؟ المبرر يقول لك انت ما بتاخد ببلاش وبتبيع ببلاش، ده المبرر. الكلمه انا اسف الكلمه الناس مش عايز تفهم. ما ينفعش. يعني ايه ببلاش؟ ده دعم الدوله مديهوني فلوس ومحولوا لي السلع. هي لازم تكون نفس القيمه الخارجيه. ما ينفعش تكون النهارده انا اجيب من تاجر التومين اغلى من السوبر ماركت ب 3 جنيه وانا باخد اكتر من السوبر ماركت في الكميات. الشركه عشان يضطر يقول ان التاجر هو اللي مزود الاسعار. زياده في الاسعار. يمكن كنا امبارح في اجتماع والحاج مصطفى كان حاضره. حاضر. نشوف الاسعار بره، لما الاقي كرتونه السمنه بره ب 97 والشركه تداري ب 110 ب 13 جنيه. تمام. هقول حاجه على حاجه، المنظفات كرتونه القرد ب 200 وكرتونه الطيب وعاملين الشركه ب 155، في الشركه القابضه ب 210، يعني كل شوف الفرق حضرتك، كل كيس طايزات 15 جنيه. أنا بشكر حضرتك أستاذ ماجد، شكرا جزيلا، والنقطة دي أصبحت واضحة برضو واتكلمنا فيها مرارا، حكاية يعني إن الشركة القابضة كده مبدئيا أسعارها أعلى من الشركات الأخرى أو من تجار الجملة، ودي بتعمل لكم مشكلة في هامش الربح وبتضطركوا إنكم ترفعوا الأسعار شوية أحيانا على المواطن بالزبط. فبيحصل مشكلة. كنا بنتكلم بقى على البطاقات الذكية ومشكلاتكم معاها قبل ما اللقاء يخلص يا فندم. اتفضل حضرتك. بالنسبة للتعامل ناحية كنت بتكلم على شركة سمارت مثلا على سبيل المثال اللي هي بتخصنا احنا هنا، مع إن نفس القصة برضو في شركة إيفيت. يعني شركة سمارت المفروض حضرتك احنا عندنا ما يقرب من 20 مليون بطاقة، اللي هم بما يعدل فوق ال 71 او 72 مليون مواطن بيستفيدوا من الدعم البطاقات الذكيه. ال 20 مليون بطاقه دول الشركه بتخصم على كل بطاقه بتنضرب على مكنه التموين وعلى مكنه الخبز نقاط الخبز جنيه، يعني جنيه هنا وجنيه هنا 2 جنيه على كل بطاقه. لما نضرب 2 جنيه في 20 مليون بطاقه بيعملوا 40 مليون جنيه. دول بيخشوا للشركه. هل مش من باب اولى ال 40 مليون دول ان هم يعملوا المكنه يصلحوها يدفعوا لها فلوس كمان، مش ياخدوا فلوس؟ كل ما الشركه المكنه يحصل فيها اي عطل يقول لك روح ادفع حوالي ب 20 ب 200 جنيه ب 150 ب 300 ب 700 الكابل الطباعه مش عارف المشاكل بقى كتير وكلها حاجات. يحصل مثلا وليكن بادج سقط او تسويه من اللي التاجر بيعملها يكون مثلا صارف عليها عدد عمليات مثلا وليكن 100 بطاقه بما يعادل مثلا 6000 جنيه او 8000 او اكتر،
يروحوا عليه لان هو الشركه ما اعترفتش بيه. المفروض ان هو ما بياخد المكنه بيعرف عليها ايه وبيصلحها، بيلتزم مني انا بالعمليه اللي انا قدمتها له. لا ده هو بالعكس بيمضيني انا ان لو حصل عطل في المكنه اكون انا المسؤول عن التسويه سقطت، وده العكس. المفروض هو اللي خد فلوسي انا محطوطه عنده في المكنه. انا اللي مضيني عنده كم عمليه معمولين قيمتهم مثلا مبلغهم قد كده، مش هو اللي مضيني ان انا اللي لعبت في المكنه. وكمان يعني هو المواطن لما يجي يلاقي المكنه بايظه مش هيصرف هيتعطل وانتوا مش هتبيعوا. تمام، فده كمان يعني في استهتار شويه بال يعني باهميه صرف التمويل للمواطنين. غير كده الشركه بقى بتتعامل بطريقه مش ظريفه جدا، مفيش فيها روح من يعني نوع من مش عايز اسميها غير ادميه، على الاقل بس اقول يعني حتى مفيش فيها نوع من الاخلاق كده مع التعامل سواء مع المواطن او التاجر اللي بيروح البطاقه بطاقه عطلانه للعيش او للتموين او محروقه او التعامل صعب جدا وحش جدا، المفروض ما يكونش كده. واتكلمنا مع سياده الوزير قبل كده كام مره ومع مساعدي الوزير في الموضوع دوت وبرده مفيش. هو بيتكلموا ان بعد كده الانتاج الحربي لسه في شهر 11 وقت، لكن ما زال لحد النهارده اعطال المكن شغال. المكن لانه المفروض انه يستحدث لانه بقاله كام سنه معانا. المكن ده المفروض قادم شويه ده المفروض انه يستحدث او يكون قطع حربيه تعمل حتى لما تروح احيانا يعني هبدا هقول لحضرتك حاجه، بكره اول الشهر هتصبح الناس تشتغل، كل التجار على مستوى الجمهوريه هيشتغلوا نقاط الخبز او التموين او كده. لا قدر الله واحد مكانته صبح عطلت بكره، يروح الشركه من كله طب تعالى خدها بكره وبعد وبعد يومين. طب ما هو بيشتغل في اول يومين هم دول عنده. لما انت بتعطله كده ضيعت عليه شغله شهره كله. الشهر كله راح. او نقول له معلش كل دوت المفروض يتدارك، واتكلمنا فيه كتير قبل كده. طيب اخيرا كده تاثير موضوع نقاط الخبز والمشاكل اللي حاصله فيه ده على بقى الدعم، يعني كقضيه بقى مصريه مهمه بالنسبه لنا، احنا المنظومه دي كلها معموله عشان الدعم يوصل لمستحقيه ونوفر. الحاله بقى اللي حاصله دي هتعمل لنا ايه؟ هي عامله زي نوع من الفراغ او ضرب في النص. هي النقطه ان انا ما يعني هو ما ارضانيش باللي انا اداهولي، مش انا عاوزه لشخصي او لذاتي، انا عاوزه اللي بتعامل معاه. انا عباره عن حلقه وصل ما بين اللي انا بستلمه سواء من الشركه او كنت بجيبه في يوم من الايام على حسابي الشخصي عشان اسلمه للمواطن وبعد كده الوزاره تحاسبني، او النهارده بستلمه عشان اسلمه. ما هو انا اعتبر اللي في النص ما بين الاثنين، فانا مش قادر اشبع رغبه المواطن اللي انا المفروض انا المباشر اللي في وشه مباشر على طول. انا بتمنى البي رغبته. اصبح من الصبح يصبح عندي يلاقي كل السلع اللي كان بيطلبها قبل كده، ومش شرط السلع بس، لا وفي اسعار تنافسيه. انا كنت بنافس مع الاسعار بره، النهارده بيضطر يديني اسعار ابيع اكتر من السوق الحر كتير. نتمنى ده يحصل، ودي مش اول لقاء لينا مع الاقليه التموينيين. احنا يعني استضفنا لكم قبل كده وان شاء الله يكون صوتكم مسموع علشان كمان المواطنين ينعموا يعني بالخدمه دي بشكل كويس. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. اشكرك جدا. وبشكركم اعزائنا المشاهدين، وبكده بنكون وصلنا لختام حلقتنا النهارده من الحصاد. غدا ان شاء الله حلقه جديده، الى اللقاء. هذا البرنامج برعاية تعلن الشركة العقارية